تألفت درع البلاد من ثلاث مراحل. الأولى تسمى السيطرة، وهي عبارة عن معركة جوية قصيرة المدة تستهدف الصواريخ، تليها إنزالات وتحركات برية للتمركز على خط الليطان لقطع الإمدادات ومحاصرة المقاتلين. المرحلة الثانية المكوث، مدتها 6 أسابيع، يبدأ الجيش فيها بمهاجمة معاقل حزب الله والمدن الرئيسية. المرحلة الثالثة الانفصال، ينتشر فيها الجيش على طول الحدود، حيث يبدأ بالإغارة على ما تبقى من أهداف لحزب الله.